السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات. التمرين يقول حل المعادلات الآتية. إذا عندنا معادلتين، غنبدأ بالمعادلة الأولى. إذا لدينا 5x ناقص 8 تساوي 7x ناقص 13. إذا أول خطوة كنجمع الأعداد المجهولة في الطرف الأول للمعادلة والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل، 5x إذا 7x ديناها للطرف الأول غترجع ناقص 7x، وناقص 8 ديناها للطرف الثاني غترجع 8 ناقص 13. 5x ناقص 7x، إذا 5 ناقص 7 هي ناقص 2، إذا ناقص 2x تساوي 8 ناقص 13 تساوي ناقص 5. إذا ناقص 2x تساوي ناقص 5. عندنا ناقص 2 في x يعني كاين ضرب. إذا يمكن يكون عندنا الضرب كنقسمو على المعامل ديال x، يعني المعامل اللي كنبغي نتخلص منه. إذا ناقص 5 على ناقص 2، عدد سالب على عدد سالب كيعطينا عدد موجب، يعني 5 على 2. إذا 5 على 2 هو حل هذه المعادلة. الآن المعادلة الثانية. في المعادلة الثانية خصني ننتبه لواحد المسألة. أول حاجة النشر بشكل عام، القاعدة إلا كان عندنا أ مضروب في بي زائد سي، فكنضرب أ في بي وكنضرب أ في زائد سي، يعني زائد أ في سي. إذن المعادلة لدينا إكس ناقص 3 عامل 2X ناقص 1 زائد 6X تساوي 3 عامل إكس ناقص 1. إذن أول خطوة هي كنزول الأقواس. إذن باش نزول الأقواس كندير النشر. إذن عندنا إكس، إذن النشر عندنا في هذا المكان هذا. إذا عندنا ناقص 3، دائما ملي كندير الضرب كنضرب العدد بالإشارة ديالو، ناقص 3 في 2x. إذا هي ناقص 3 في 2x هي ناقص 6x، لأن عندنا ناقص 3 في 2x، أي ناقص 3 في 2 في x. إذا ناقص 3 في 2 هي ناقص 6x. ناقص 3 في ناقص 1، ناقص 3 في ناقص 1، إذن هي زائد عدد سالب سالب موجب، إذن هي زائد 3 زائد 6x. 3 في x هي 3x، 3 في ناقص 1 ناقص 3. الآن غادي نحاول نحسب الأعداد اللي يمكن لي نحسبها. إذن كنحاول بالصد الكتابة. إذن عندنا ناقص 6x زائد 6x، المجموع كيعطيني صفر لأنهما عددان متقابلين. إذا كيبقى لنا في الطرف الأول إكس زائد 3 تساوي 3x ناقص 3. إذا دابا المعادلة بسيطة، فغنحاول نجمع الأعداد المجهولة في الطرف الأول والمعلومة في الطرف الثاني. إذا إكس 3x غترجع ناقص 3x، و3 غنديها للطرف الثاني غترجع ناقص 3 ناقص 3، أي هي ناقص 6. إذن إكس ناقص 3X هي ناقص 2X تساوي ناقص 6. إحنا عندنا ناقص 2 في إكس، إذن عندنا ضرب. إذن إكس تساوي، إذا غنقسم على ناقص 2، إذن ناقص مع الناقص بشات، لأن عدد السالب على عدد السالب كيعطينا عدد موجب، 6 على 2 هي كتعطينا العدد 3. إذن 3 هو حل هذه المعادلة.